وللحديث عن أسباب ترسخ الفساد وتحوله إلى ثقافة سائدة داخل مؤسسات ما تبقى من دولة في العراق وتسببه بهدر مئات المليارات دون مساءلة قانونية للأحزاب والعملية السياسية الحالية، معنا عبر الهاتف من باريس الكاتب والباحث السياسي الدكتور حسن الزيدي. أهلا بك معنا دكتور حسن. أهلا وسهلا، مرحبتين. أهلا بك دكتور حسن. بداية، ما الذي جعل الفساد الحكومي يولد في نفس اللحظة الزمنية لولادة العملية السياسية عام 2003 ويسيران أيضا متوازيين منذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة؟ مساء الخير أولا جميعا أين الأستاذ عبد الرحمن. الفساد طبعا كلمة كبيرة، طبعا الفساد الأخلاقي، الفساد المالي، الفساد الإداري، موضوع طويل. والاحتلال والغزو هو جاء نتيجة حقيقية لفساد نسبي سابق أيضا قبل الاحتلال بالواقع، لأنه التسلط والاستبداد هو أيضا نوع من الفساد الواقع. كل ظلم، كل استبداد، كل طغيان، كل انحراف هو أيضا فساد، يعني الفساد ليس فقط سرقة المال. ولذلك الاحتلال يعتبر نتيجة، يعني هو ميكروب لمرض سرطاني صاب المجتمع العراقي. هاي أول شيء. الحالة الثانية، من جاء الاحتلال طبعا جاء مع عملاء وليس مع وطنيين وليس مع أحرار. نعم هم ادعوا المعارضة للنظام العراقي لنظام صدام، لكنها معارضة طائفية ومعارضة مذهبية وعنصرية وماكو وطنية بمعنى المعارضة الوطنية للبناء. وهم معروفين سيفياتهم والكاريكاتير مالهم معروفة واحد واحد لدى الأمريكان أنهم فاشلين وقليلين الذمة والضمير، وحتى هذا التمشتق بالدين أو المذهب السني أو الشيعي معا. وكذلك حتى دعاة القومية الكردية أيضا هم أيضا فاسدين بالمعنى الأخلاقي للوطن. فجاءوا نصبوا 25 شخصية سنية وشيعية وكردية ومسيحية ومرأة ورجل، كلهم عبارة عن عملاء أزلام النظام. هل كان الاحتلال سرقوا؟ هل كان الاحتلال الأمريكي متقصدا لجعل هؤلاء الفاسدين على رأس العملية السياسية لكي يضمن بقاءه أم ماذا؟ بالتأكيد هو ولا زال حتى الآن، يعني الخصم من يقول لك أنت من تخربط وضعك وتسيء إلى شعبك وتسرق أموالك تخدمة. هو لم يأتي الأمريكا للبناء، لم يأتون للديمقراطية، لم يأتون ما يسمى بالأسلحة النووية والذرية لصدام الآخري، هذا كله هراء. هو جاءوا لتحطيم بلد، تحطيم شعب، تحطيم مدنية، تحطيم حضارة، وليس صدام. صدام عبارة عن يعني فقاع، جزء صغير من تاريخ العراق، بينما الشعب هو شعب وحضارة العراق بالذات، لأن العراق هو يمثل ثقل بالحقيقة، مثل الآن سوريا تتمزق والعراق يتمزق، مصر جوعانة والخليج غارق بالنفط والمال. ولذلك الغرب طبعا الغرب، الدول الغربية الاستعمارية الكبرى اللي هي عدا الولايات المتحدة، بريطانيا وفرنسا بالدرجة الأولى، والروس أيضا جاءوا طبعا يجيبون عملاء وما يجيبون وطنيين. بالتأكيد هم يعني حلفاء وشركاء بتحطيم البلد. هل تعتقد دكتور حسن أن الفساد الحكومي يعتاش على العملية السياسية وبقائها أم العكس، بمعنى أن العملية السياسية هي من تعتاش على الفساد؟ من الذي يعتاش على من؟ نعم، العملية السياسية الفساد يعتاش على العملية السياسية، لأن العملية السياسية إذا انتهت وتحول النظام برلماني حقيقي أو نصف حقيقي أو ديمقراطية معقولة سينتهي الفساد، لأنه لما أكو مؤسسات ورقابة مالية وقانون ومحاسبة، أنت لحد الآن ما حسب أي مسؤول كبير، وإذا حسب بمبالغ مهزلية وأغلبهم خارجين طالعين خارج العراق. فإذا العملية السياسية يعني تسلطهم على البرلمان وعلى المحكمة العليا وعلى القضاء وعلى الوزارة، رؤساء الوزارات كلهم من طرف معينة، هذا ساعدهم أن يستفيدون من بقاء هذا النظام حتى يسرقون أكثر، يسرقون للوطن أيضا ويقتلون جماهيره الوطنية المخلصة ويحولون أمواله هنا وهنا لزبائنهم. هل تعتقد أيضا دكتور حسن
أن الفساد سيبقى على تغوله جارفا لكل مقدرات العراق المالية، وأن قوى العملية السياسية غير قادرة على إيقافه أو كبح جماحه؟ الآن العراق يمر بمحنة، بمحنة حقيقة سياسية كبيرة. يعني أنت تدري من صار لهم من 2003 لحد الآن، الانتخابات جرت قبل 3 أشهر وصارت عليها اعتراضات ودققت، مع ذلك هم معارضين، يعني يردون يفرزون بالقوة. يعني ماكو حتى مثل ما نقول كشفت أوراق بعضهم، الجمهور رفضهم ودفضهم حتى بالمناطق، يعني كربلاء والنجف والحلة فشلت القيادات، ما بين قوسين قيادات هي ليست قيادات، هم زعامات ميليشيات فشلوا، لكنهم يريدون يستمرون بالسلطة حتى يمارسون السرقات والنهب وتصديره كلها للخارج. ولذلك الإنهاء مرتبط بالتحول الديمقراطي اللي طلبته الحركة الجماهيرية العراقية، الحركة اللي صارت بساحة التحرير طالب نريد بناء وطن، لا نريد الأمريكان، لا نريد إيران، لا نريد السعودية، عبارة عن بناء. هاي الشعارات تتناقض مع الشخصيات السلطة القائمة الآن اللي يهمها نعم اللي يهمها الآن الوضع أن يبقى كما هو ضد التدخلات الخارجية. إذن كنت معنا عبر الهاتف من باريس الكاتب والباحث السياسي الدكتور حسن الزيدي، شكرا جزيلا لك.